جامعة الصومال إشراقة الجمال، مستقبل الجميع ومنشأ الرجال. جامعة الصومال إشراقة الجمال، مستقبل الجميع ومنشأ الرجال. في صرحها الكبير يتعلم الكثير، وبكادر خبير يمتاز في المجال. في صرحها الكبير يتعلم الكثير، وبكادر خبير يمتاز في المجال. علم ومكرمات، رتب وترقيات. علم ومكرمات، رتب وترقيات. أجل الجامعات جامعة الصومال. جامعة الصومال إشراقة الجمال، مستقبل الجميع ومنشأ الرجال. جامعة الصومال إشراقة الجمال، مستقبل الجميع ومنشأ الرجال. كلية الشريعة بالفقه والأصول، والدعوة والإعلام ترنو إلى المعال. كلية الشريعة بالفقه والأصول، والدعوة والإعلام ترنو إلى المعال. كلية التربيات بها اللغة العربية، كلية التربيات بها. ها نحن قد حان دور إلقاء الكلمات الرمضانية للطلاب كليتي الشريعة والتربية في جامعة الصومال. مرحبا بكم. شهر رمضان هو هدية من الله كل عام لعباده، وما أجملها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. رواه البخاري ومسلم. نحر كحديث كوا الله يحيري صنك أنيق أياله أول مرين تيشان أنيق عليه. لا رياء في الصوم فلا يدخله الرياء في فعله، من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. وإنما يكال للعبد كما كال. نعم، السنة شجرة والشهور فروعها، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، وأنفاس العباد ثمرتها. فشهر رجب أيام توريقها، وشعبان أيام تفريعها، ورمضان أيام قطوفها، والمؤمنون قطافها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفضل فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. نحرك حديث هو قفك سوامنا حأسك نعتي لو فرحت مدوى مركو أنفريا من نوع مركو لكل ما يربي سعى عز وجل وحقونك فرحة أول مرين تسلكيس. رمضان، رمضان شهر الخير والبركة والرحمة والغفران، وفي شهر رمضان يتقرب المسلم من ربه كثيرا. فلنبادر، القرآن شافع مشفع، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار، عياذا بالله.